إنني أريد الزواج من ابنة خالتي، وعلمت أن خالتي قد رضعت من والدتي معي ونحن أطفال، هل يجوز الزواج في مثل هذه الحالة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما ذكرته من أن خالتك رضعت من أمك وأن لها بنتا، فهل يصح لك أن تتزوج منها؟ الجواب أنه إذا كان الرضاع الذي ذكرته 5 رضعات فأكثر وكان في الحولين، فإنه لا يصح لك أن تتزوج من هذه البنت، لأنك خال لها من الرضاعة، لأن أمها رضعت من أمك فصارت أمها أختا لك من الرضاعة، وبنتها تكون بنت أختك من الرضاعة، فلا تحل لك، والله تعالى أعلم. شكر الله لكم.